ما زال هناك المئات من الأسيرات الفلسطينيات موجودات في داخل هذه السجون، ما زال هناك المئات من الأطفال القابعين في داخل السجون أعمارهم تقل عن 15 عاما و16 عاما. بهذه الاعتقالات قامت إسرائيل باختراق كافة المواثيق الدولية والإنسانية التي تتعلق بحقوق الإنسان. طبعا أسرانا ومعتقلين البواسل يتعرضون شتى أنواع الأساليب النفسية القاسية بحقهم منذ لحظة اعتقالهم حتى إرسالهم إلى مراكز التحقيق الموزعة على كافة المناطق الفلسطينية وفي داخل إسرائيل. بحكي لي وحضر حالك للعزل، حضرت حالي عزل وكان أول مرة بكلبش بنت من الغرفة للعزل، كلبشت بإيدي وإجري وبقتها طلعني على العزل، كان لازم أنا حكم أسبوع عزل فحكمني 121 يوم في العزل. هناك بحكي لي أنت بتغلطي علي، حكيت له ما غلطتش عليك، بحكي لي لا أنت غلطت علي، ما كملتش حكي معه طال علبة الغاز بشهب بوجهي، حملتش علبة غاز كلها بوجهي فقد ضعف 3 درجات عندي بعيوني، طلعت على الأرض من الغاز ما شفتش إلا هيك عصي بتنزل علي، كان من جوتها إنه ضربوني على راسي، كان أدى لضعف السمع عند الطب الثاني الخزكات، ضربت على الأرض بدمي ما حدا سأل لا إسعاف ولا شيء، ضليت ليلة كاملة مرمية على الأرض. حزن كتير كتير إنه لا ماليش أمتي بتسأل عني، ما روحش على الدار أشوف أمي بتستنانيش واقفة، شو عملت في المدرسة، شو سويت، شو أخذت اليوم، ما فيش هذا الاشي، ما انا يعني خالتي تيجي تسالني شو عملت وشو سويته، بس مش راح احس زي ما كنت احس امي تيجي تسالني، شعور النفس الشعور اللي تيجي امي تسالني فيه شو عملت اليوم يا ليلى، شو سويتي، ايش شيء ما عملنا كل شيء مليح، بس انها تيجي انها خالتي تسالني، ليش يعني انها انا خالتي تسالني والبنت الثانية امها تيجي تسالها، ليش هذا الاشي، انا افقد امها والبنت الثانية امها عندها وكلهم عندهم امهم، احنا لا، ليش هذا الاشي بصير فينا؟ يعني لو لسه الأبو عندنا بجوز يعني بجوز ها الواحد يحكي، بس يعني ولا أم ولا أبو، حتى دار سيدنا في الشيخ والي مزبوط عندنا، بس عمام عمات إيش هيك ما
فيش ابو ما فيش ابو مهاجرنا اخرى من 5 سنين انه مش موجود عندنا من 5 سنين انه حسسنا انه الكم لسه ابو رح ترجع امكم هذا الاشي ما فيش مقطوع الامل منه بس اخرى نفقد امنا نفقد امنا ابونا بنفس الوقت هذا الاشي ما فيش نحس بالحزن من الجهتين بصيرش هذا الشيء هاي الاشي اشتكنا لك كتير وبدنا اياك ترجعي نحضنك بين دراعينا ونبوسك من خدك ونقول لك يعني اننا مشتاكين لك كتير مشتاكين انك تبكي عنا بحدنا تيجي تسالينا شو عملتوا اليوم شو سويتوا مع مين حكيت مع اي بنات اللي حمشيت مش مع بنات اللي حمشيت يعني تسالنا نحس انه اننا اهل في الدنيا مع انه يعني اننا اهل واننا حدا بس مش حاسين فراق ابننا مش حاسين بهاي الشغله بودي لو بحكي له احنا بربح كلها بشتكي لكم كتير وخلي الدمعة تنهار تنقطع من عيني اخواتي الصغار انك تبقى موجودة عنا واحنا اشتكنا لك كتير وبنفسنا نشوفك عن قريب ان شاء الله وبتمنى لك الفرج قريب عشان تنقطع دمعة اخواني وروح الحزن من قلبي قد اوصف يعني فوق المساء يعني مش ليه بدي احكي يعني اكثر من هيك هذا هو عدونا عمره ما فتح لنا مجال اياتا حتى نطلع صوتنا حتى اياتا كلمه بنحكيها بيعتبرها جرام علينا بس رغم كل هذا احنا صبرنا وصمدنا الشب كانوا لما ياخذونا على التحقيق يكلبشونا نضل قاعدين على الكرسي هيك نكلبشهم بالساعات نضل قاعدين قاعدين حطوا كيس تصير مش قادر تمشي نهائيا انا قاعدة هيك يعني على الكرسي الصغير وهيك دا يمكن بالعكس قعدت على جري اكتر من الكرسي حوالي مدة 5 ساعات ويطلع الساعة بالاخر وقفني وقفت مش عارف اقف ساعدني خلاني وقفت هيك كان مسكني مش بدي اقعد يعني وانا واقفه من كثر التعب كان مسكني وهزني حسيت كل جسمي يعني انهار كل عظام جسمي سقطت مني ما عرفت ايش بدي اساوي انهرت على الارض صرخت صياح كانوا يعني الاولاد الصغار نايمين الساعه 3 الصبح اجوا ويصيحوا يعني ويكاتلوا يلا كلكم برا الدنيا ساكعه وخوف الاولاد الصغار يخافوا طلعوهم كلهم برا يعني كيف انت تصور انهم ياخذوا امهم من بناتهم ويشوفوا كل اولاد اخوالهم قاعدين مع امهم وابوهم كل واحد ماسكوا امه وابوه واحنا قاعدين بكنا بين عند امي يعني ومره واحده اخذوها منا شو بدك تصور انهم يجوا ياخذوا امك من بين احضانك بكافه الطرق وبكافه الوسائل تقوم اسرائيل باستخدام هذه الاساليب من اجل الحصول على امن الدوله الاسرائيليه او الشعب الاسرائيلي ونحن نقول بان الامن لا ياتي من خلال انتزاع حقوق المواطن الفلسطيني او من خلال اعتقال الالاف بل مئات الالاف وزجهم في داخل هذه السجون يدقوا الباب ويدقوا أرض أطلع عدت مرات بدي أنام أصير أقول لهم إن شاء الله خلص اتركوني أنام بس أنام اعترفوا شو أعترف ماما بحبك سامعتني